الملك يا صاحب الملك. تكلم كده ليه يا ابني؟ يا ابني رد عليا. سيبني في حالي دلوقتي يا صلصال. وفي قدرة تعلى على قدرته. ما دبنتش يوماتي على الله كنت برويها وبدع ربنا ما اشوف صاحبتها تاني. طب اديك شفت صاحبتها، عايز منها ايه؟ تقول انها وهبتك الورده دي عشان تبقى حلالي. ما دام رعيتها وما دبنتش تبقى حلالك يا سعد. سعد اليتيم اقبلها مني يا سعد من غير ما اعرف اسم صاحبتها. ما تبقاش طماح. Thank you.
دلوقتي اصلا صار ما تفوقنيش من الحلم اللي انا فيه. اسيبك ازاي؟ دي لقمه العيش ما بتتاكلش بالاحلام. وايه قيمه لقمه العيش من غير ما نغمسها بالحب؟ ما البهايم بتلاقي لقمتها. باين عليك وقعت يا ابو السعد. ولا حد سمى عليا. ومين دي اللي شغلتك كده؟ مش عارف اقول لك يا اصلا صار. اول ما عينيها شافتها عقلي شت وطار. استر يا رب. وشها كان زي البدر المنور في ليل التمام. واسمها ايه اللي توليتك بالشكل ده؟ ما رضيتش تقول لي على اسمها. طب ما عرفتش هي ساكنه فين؟ يا ريتني ما كنت عرفت. تصور الملاك ده يطلع في النهايه بنت الشيطان بدران.